أنا كمال عبدين من سكان مدينة الخليل لإصابتي مزة الحرم لإبراهيم الشريف التي ارتكبها المجرم باروخ جولدشتاين. نحن الآن في الذكرى 27 لذكرى مزة الحرم لإبراهيم الشريف. التفاصيل اللي صارت إنه بعد في 25/2/94 طبعا الحرم تقريبا بعيد عن بيتنا حوالي 2-3 كيلو. قررنا ننزل على الحرم نفس اليوم. الجيش بقى الأمن عنده داركو خلي الأمور إنه يدخلوا زي ما بدكوا. لما طلعنا على الحرم فوق نصلي تفاجأنا إنه جيش فاصل للنسوان عنا بعيدهم عنا شوية. هذا الإشي بدل إنه هو مخطط لها. لما بدينا في الركعة الأولى بدأ إطلاق النار، بدأ الصوات، بدأت الصياح، بدأت الناس. هلا أنا شفت الناس على الأرض، شفت الدم. طبعا الناس بدأت تكبر الله أكبر، شو اللي بيصير شو بيعرف. هلا أنا طبعا التفت لمحته باروخ، التفت أشوف منين اللي بتجيني طلع هون. لحد هذه اللحظة أنا مش راح عمري أنسى ولا أنسى الإصابة. درت وجهي عليه لحد هلأ محفور عندي بالذاكرة. هلأ هو مربي دائم حاطط سماعات على دانه عشان ما يسمعش الصوت ولا يسمع صوت المزرة اللي عملها اللي ارتكبها. طبعاً قعدت في غيبوبة بعدي حوالي 5-6 شهور ولا إشي ما أدري شو صار معي. أول ما صحيت طبعاً ما كنتش أحس في رجلي. بسأل الدكتور بقول له يعني لما بدأت أتعافى شوي إمتى بدي أمشي؟ الدكتور الياس حطر لا بتذكره قال لي كمال أنا بكلمك زلمة مقابل زلمة. أنت عندك قطع كامل بالنخاع الشوكي، أنت حياتك خلص على الكرسي، أنت هلأ ما تفكر عمرك بالحياة تمشي. لما أكتر يوم بقى مأساة إنه اليوم ما رجعت من مدينة الحسين الطبية. شفت الناس بقوا طبعاً يستقبلوني. بقيت بعد ما يقارب 7-8 أشهر الناس استقبلوني. بطل بقى يوم حزين إنه أنا طلعت بمشي على رجلي رجعت على كرسي متحرك. هلأ بعد الإصابة أنا رفعت قضية. الاحتلال ما تقريبا القضية ما بقى معترف كإصابة كتعويض بده يعوضنا. كنت موقف محامي، المحامي قال لي الحل الوحيد إنك تعمل مصالحة. هلأ المحامي قال لي هم مش رايحين يعترفوا لو تميت في القضية، هم عندهم سقف محدد إنه لإصابتك. أخذت سقف محدد رمزي وتسكرت القضية على هذا المبلغ. وعدت تقريبا في علاجات أكثر من سنة والحمد لله. تقريبا بعد أكثر من سنة في العلاجات من العلاجات استقرت وضعي. هلا بعد إصابتي طبعا لا شك إنه كل بداية صعبة، إنه واحد بقى يمشي وفي يوم وليلة ما يقعد على كرسي متحرك. طبعا زوجتي لما أخذتها كل احترام إلها والإشي بقيت لقيت معارضة كون أنا مقعد على كرسي متحرك. أهلي كانوا في البداية معارضين زواجنا لأنهم كانوا خايفين من قصة الخلفة. فأجا كمال ويعني حاولنا أول مرة وتاني مرة، فبالآخر إنه لما شفنا إنه الأمور طبيعية وإنه ممكن إن شاء الله إنه أخلفوا من هالحكي فبعديها وافقوا. حسيته إنسان راكز وواعي وزلمة بمعنى الكلمة. من هذا الباب أصريت عليه، يعني مش عارفة نصيب في النهاية. هلأ ابني بيسألني بقول لي بابا بلعب على الأرض، ليش بلعب ليش انت هيك؟ هلأ ما بقول له أنا إنه من اليهود، بديش يفهم شو اليهود ويخاف من اليهود شوية. قلت له قلبت السيارة معي. هلا لما يكبر شوي لأنه هذا طفل، لما تقول له والله فلان طخه بصير يفكر إنه هو
راح فلان يعاود يطخه. قال لا حادث بصير. يقول لي طب سوق حتة حتة. لما أقول له أنا حادث بالسيارة سوق حتة حتة تسوق إيش حامي. بس إصابتي معروفة إنه هذا من الاحتلال المجرم موجودة. يعني أي واحد بيشوفني بتذكر المزة الحرم وبتذكر الهذا. حاليا الحرم ما في درجة كتير ما بقدر أفوت الحرم. طبعا لما دخلت الحرم أول ما رحت محل ما كنت أنا واقف محل ما الصواب. طلعت رحت تذكرت وين بقى هو واقف في السلم اللي المنطقة اللي دخل منها حتى تطلع عليها. طبعا المنطقة دخل منها هو صارت لممنوع إحنا نفوتها مقسومة. لما رحت أنا طبعا قعدت شفت الحرم إنه إحنا المنطقة جزء بسيط ماخدين محل ما كنا نصلي إشي بسيط. هلأ هم أخذوا الأشياء الأكثر في الحرم. يعني إحنا جزء بسيط الجولية اللي جولية بسيطة يعني كنا مساحة بسيطة جدا. وقعدت أطلع بقيت حزين على اللي إنه وقعدت أتذكر إنه المأساة. طبعا هي حفرت بالذاكرة الفلسطينية مش عمري راح أنساها. هو دكتور جاي من أمريكا وإذا هو دكتور وجاي من أمريكا بيعمل هيك كيف هذا المتعلمين هيك. يعني هو ما هو عايش في فلسطين جاي من برا وحاقد علينا. أنو القتلوا قالوا لنا نمر مجاهد وسألونا استشهدنا. طب كيف استشهد بما إنه مات هو قتله. قال أجا الجيش الجيش عاد يطخ. يعني حتى القتلوا عدليل إنه بقى في جيش لأنه استشهد القتلوا الجيش عاد يطخ. أنا مأساة إنه بالفعل إنه حزين إنه إحنا اللي تعاقبنا. الحكومة الإسرائيلية بقت تخطط لهذا الموضوع بدليل إنه بقت تعمل فرصة اللي عشان تلاقي حل إنه تقسم تقسم الحرم منطقة إلنا ومنطقة إلهم. يعني عملوها هم من إنه هذه صارت المزرعة عشان قال يمنعوا الاحتكاك بيننا وبينهم. أنا أكتر الناس إحنا بنحب السلام الشعب الفلسطيني. بس مش يعني إنه أنا أحب السلام يجي تيجي تقاسمني في بيتي. فهمت علي؟ بدال ما إحنا في المزرعة تكون فرصة إنا وللعالم إنه إحنا نسيطر على الحرم بالعكس بقت مزرعة مكسب للإسرائيليين أكتر ما هي مكسب إنا. طبعاً هو سمعنا إنه عاملين إنه مقام شقة كريات أربعة بال وكل سنة بيعملوا له احتفال وبيعدوا قائد كبير وإنه ما شاء الله عليه بيعملوا له ذكرى سنوية له. هلأ طبعا زي ما قلت لك إنك أنت بدك تتم تفكر في اللي صار. بس أنا بتذكرها وهذا الإشي مؤلم بنفس الوقت إنه أنا يعني تاركها إنه أنا أمشي في حياتي وأعيش حياتي واليومية بأكمل وجه. بديت في الرياضة. طبعاً لكل إنسان الرياضة كويسة وبالذات لذوي الإعاقة خلتني أنشهر ورده. أعطتني أنا ثقة بنفسي أهلتني إنه أشارك. مشيت في العمل الرياضي شاركت في عدة بطولات عربية ومحلية دولية وعالمية. أخذت كؤوس وميداليات ذهبية وفضية على مستوى فلسطين وعلى مستوى عالمي. قبل الإصابة كنت أروح وأجي وأشبط أيام منع التجول. كنت ما أخليش منطقة وأروح والجيش والتسكيرات الحياة اللي عانيها وكل شيء. إنه أنا هذه الأمور بعد الإصابة بس بتمنى إنه أنا أوقف على رجلي ما أرجعش زي ما بديش أرجع أنط وأقيم وأقفز. بس أوقف على رجلي اللي أقدر أطلع درجة ولو أقعد في درجة وقت طويل بدون مساعدة حدا. إنها الإعاقة ما لا تعني انتهاء دور الإنسان في شتى مجالات الحياة. الإعاقة أي نعم بقت صعبة إلا إنه أنا تغلبت عليها. الاحتلال فكره بإصابتي أصبح إنه يقعد كمال عبدين خليه إلا إنه أنا كملت مشواري في حياتي والحمد لله إتي أصبحت أمارس حياتي. الحياة حلوة والله كتب لي الحياة
انه اللي هو عندي العائله وزوجتي وابني، بتمنى انه ابني يكون الشعب الفلسطيني ماخذ حقه، ما يعيش الحياه اللي عشتها انا.